عمرو اديب في برنامجه الجديد اللي ما بيفرقش اي حاجه عن برامجه القديمه يعني، بيتكلم في السياسه وبيتكلم في الكوره وبيتكلم عن الفن وبيتكلم عن الدين وبيعمل اكل وبياكله على الهوا وبيطبق للنظام المصري والنظام السعودي والنظام الاماراتي في نفس واحد. الحقيقه ان الاستاذ عمرو اديب بيجتهد جدا وبيعمل كل حاجه في البرنامج بتاعه الا حاجه واحده بس، هو انه يغلط مره ويقول الحق. كشف حماده. دايما برامج عمرو اديب بيكون لها شعبيه ونسبه مشاهده اعلى من برامج التوك شو الثانيه، والحقيقه ان اللي بيميز عمرو اديب عن زمايله المذيعين المحترفين اللي زيه في القنوات المختلفه انه اقرع وسط عميان. ايه؟ انه اعور وسط عميان. ما هو اساسا ما فيش اي حد عدل في الاعلام الناس ممكن تتفرج عليه يعني، والحقيقه احنا اساسا ما عندناش اعلام عشان يبقى عندنا حد عدل فيه. الاستاذ توفيق عكاشه مثلا مش فاضي زي ما انتم عارفين، وطول الوقت يا اما واقف يحارب الاجيال الرابعه والخامسه على السبوره، يا اما قاعد يعد صوص البرتقال ويزغط البط ويهش الدبان من على الكرسي، وفي النص بيقعد يحكي لنا عن وجع الظهر اللي حصل له من يوم متجوز مدام حياة. احمد موسى لو اتفرجت عليه ممكن جدا كبدك يتهري من اوفر دوز التحسس اللي بيقعد يحقنك بيه في العضل كل يوم لمده 3 ساعات. وائل الابراسي على طول رافع شعار طوبه على طوبه خلي العركه منصوبه، ومتقمص دور مدام ماري منيب، ويقعد يسخن في ضيوفه لحد ما يهيجوا على بعض ويقوموا يموتوا بعض من الضرب، وبعدين يطلع فاصل عشان الاسعاف يجي ياخده، وهو قاعد برنس وجثث الضيوف حواليه، وما بيحاولش حتى يقوم من على الكرسي عشان يلقنهم الشهاده. بالنسبه للاستاذ اسامه كمال فده بقى ممكن تنام وانت بتتفرج عليه وتنسى التلفزيون مفتوح، ويقعد يسحب في كهربا طول الليل. انتوا عارفين فواتير الكهرباء بكام دلوقتي يعني. انما عمرو اديب بقى بصراحه بيقدر يخلص الطعم اللي هو الاساس طبعا بشويه مكسبات طعم وريحه عشان المواطن يقدر يبلعه، يعني يحط شويه فن مثلا، يجيب غاده عبد الرازق تطر الدنيا شويه، او يجيب هيفاء وهبي تعري الدنيا شويه. انا مره لبست حاجه مستحيل حد يتعرف منها. مستحيل. خمار لبست في بلد خمار. عربي وداخله مول وكابل خارجين قال لك يا فوهبي منكره متنكره باللبس عبايه عينيك، وصاحبتي لابسه شورت هوت شورت وبلوند ماشيه بالمايوه عرفني انا. يستضيف صاحب مطعم ويعملوا اكل ويقعد ياكل قدام الناس. صحيح الناس مش لاقيه تاكل، بس على الاقل هم بيتفرجوا على الاكل حتى عشان ما ينسوش شكله، مش هيبقى لا اكل ولا فرجه يعني. حاجه مذهله. اشمعنى انت يعني؟ السر الضمير. لا يعني ايه الضمير؟ هو في حاجه علميه كده اسمها طبعا الضمير. لا ضمير. النفس ده ما بيتباعش ولا بيتشرى، ده من عند الله. ايه؟ طب قول لي انت بتعملها ازاي؟ شطه وكمون وثوم ويمين بلام عليها بس. يمين وشطه وكمون. طب واشمعنى انت كبدتك بتطلع غير كبده اي حد تاني؟ من عند ربنا. اللي ربنا بيحبه بيحلله لقمه عيشه. حرق يعني؟ مش حرق قوي يعني. في سبب. واحيانا بيتكلم عن الكوره والاهلي والزمالك، ده غير فقره ثابته عن الدين هدفها انها تطلع دين كل الناس بقياده العلامه سعد الهلالي رائد تبويض الخطاب الديني، واول واحد عرفنا ان السيسي نبي، واللي فلسفته ببساطه ان مفيش سياسه في الدين بس في سيسي في الدين عادي، ولازم نسمع كلامه ونطيعه ونغير الخطاب الديني ونبقى حلوين كده ومتفتحين وسكسي جيرلز وبيكينيز وبنعمل شوبينج ونفكنا بقى من الاسلاميين الارهابيين اعداء الوطن. وما كان لاحد ان يتخيل ان سنه الله تتكرر وياتي من يقول لا اسلام الا ما نمليه عليكم ولا دين الا ما نعرفه لكم، ويقيد الله للمصريين من يقف في مواجهتهم لكي يحقق ان يكون الدين لله كما امر الله. فابتعث الله ايضا رجلين كما ابتعث وارسل من قبل رجلين موسى وهارون، ارسل رجلين وابتعث رجلين. ما كان لاحد من المصريين ان يتخيل ان هؤلاء من رسل الله عز وجل وما يعلم جنود ربك الا هو. خرج السيسي ومحمد ابراهيم. ده غير فقرة اجتماعية بيستضيف فيها الفنانة رجاء الجداوي اللي بجد ربنا يصبرها على ما بلاها والله. الإضافات اللي قلناها دي كلها بتكون خلطة عمرو أديب في برنامجه الجديد وفي كل برامجه قبل كده، لما كان في أوربت أو لما كان في أون تي في، وهي اللي دايماً بتديله تنوع وتميز ونسب مشاهدة ومتابعة عالية. إلى جانب سمة شخصية مهمة جداً عند عمرو وهي إنه ما بيفصلش، وعنده قدرة عجيبة على إنه يقعد يتكلم ويحكي ويبكي ويشكي بالساعات، من غير ما يكل ولا يمل ولا ريق وينشف. الراجل أول ما ربنا بيحكمه على كاميرا وينفرد بيها بيفضل يغتصب فيها لحد ما يطفوا النور ويقفلوا الاستوديو، الى جانب طبعا قدراته التحكيميه الهائله اللي طورها مؤخرا بانه اضاف ليها التطبيل بتقنيه ثلاثيه الابعاد، فبقى بيطبل لثلاثه مع بعض للانظمه الحاكمه في مصر والسعوديه والامارات، وبيقدر يعدل بينهم ما شاء الله بمنتهى المهنيه. الحقيقه النظام العسكري الحالي في مصر لما شاف امكانيات عمرو الكبيره دي من ايام ما كان في اوربت قال ده ما ينفعش يفضل على قناه متشفره وعدد محدود من الناس اللي اتفرج عليه، ولازم تحقيق ويوصل لجموع الشعب عشان نحقق العداله الاجتماعيه ونبوظ عقول كل الناس، فقرر انه يضمه لقناه اون تي في اللي كان بيملكها الطفل المعجزة أبو هشيمة، وفضل عمرو أديب بيقدم البرنامج على أون تي في الفترة لحد ما النظام قرر تاني إنه يقلب أبو هشيمة ويلبسه الجلابية ويسيبه يتفرغ للتصوير مع كريستيانو رونالدو وأخته، وخد منه القناة اللي بقت ملك
ملك ايجل كابيتال المملوكة للمخابرات اللي بدأت تتابع سياسة التقشف في الأجور، وخلاص الملايين اللي كنا بندفعها دي الكباري أولى بيها. ولقى عمرو أديب نفسه بيطلع من القناة وبيقع على حجر تركي آل الشيخ اللي بيعامل مصر على إنها سوبر ماركت وداير يشتري كل حاجة وكل حد فيها، ولو البلد ما فيهاش فلوس عشان تديك روح بوس إيد الكفيل وهو يعطيك. ولما قرر تركي يضم عمرو للإم بي سي ويخليه أغلى مذيع في الشرق الأوسط زي ما قال بنفسه في فيديو بيجمعه مع عمرو، وبعدها قام رازعه كف على ظهره كأنه بيقول له بفلوس يا ده طعمية. احنا نحب نقول انه الان بالعقد هذا عمرو أديب اصبح اغلى مذيع في الشرق الاوسط. لاري كينج العرب. شكرا شكرا. ويلكم تو سعودي أرابيا. شكرا ابو نصر. وبعد اجازه الصيف طلع علينا عمرو أديب ببرنامجه الجديد الحكايه. في الحكايه بيستمر اداء عمرو أديب بنفس الشكل والاتجاه اللي بداه من سنين في الاوربت، وهو اتجاه اليمين المصري، او بمعنى اصح الناس الاغنياء النظيفه المقرشه من الطبقه الراقيه والطبقه المتوسطه العليا في المجتمع اللي معاهم فلوس عشان يدفعوا اشتراك الاوربت ويتفرجوا عليه. الاتجاه ده بيشوف ان مشكله البلد الاساسيه هي الفقراء، دول اللي معطلين التنميه وبيقرفوا الاغنياء في عيشتهم ومخليينهم مش عارفين يعيشوا. يعني ممكن يبقى الغني معدي بعربيته كده ويشوف واحد فقير بياكل من الزباله فيقرف منه او يجيله اكتئاب، ودي طبعا حاجه خطيره جدا، فلازم الفقراء دول ندوس عليهم ونرميهم في اي ده بدل ما هم بيشاركوا الناس الاغنياء في الهواء وبيتنفسوا معاهم بكل بجاح. طبعا عمرو أديب ما بيصرحش بكده بشكل مباشر، لكن بيقول ده ضمنيا في معظم كلامه وتعليقاته. يعني مثلا هو شايف ان التعليم مش حق كل مواطن ولا حاجه، والمفروض الصفوه بس هم اللي يتعلموا زي ما بيحصل في مدرسه الضبعه، واللي مش صفوه بقى يروح يشوف له ورشه يشتغل فيها ولا اشاره يبيع فيها مناديل ولا يروح ينام تحت اي كوبري. يعني امال الدوله بتبني الكباري دي كلها ليه؟ انا مش مهتم بتعليم الملايين، يعني انا كعمر وده رايي قلته كتير قبل كده، انا مش مهتم بتعليم الملايين، انا مهتم بتعليم مجموعه قليله من البشر تعليم جيد تقود الامه. غير كده بقى ده موضوع يعني ايه اصرف بقى زي يعني انت كدوله عايز تصرف بقى على الاجيال وعلى الاطفال و22 ده ربنا معاك. انا بقول لحضرتك رايي واكيد رايي غلط. وبنفس المنطق هنلاقي عمرو كان مشجع جدا لتصفيه الشركه القوميه للاسمنت ولكل شركات القطاع العام، ويا ريت لو بالمره تصفوا الموظفين كمان، ويا سلام لو تصفوهم جسديا بقى يبقى احسن والله عشان نخلص منهم، ونتفرغ بقى للاصلاح الاقتصادي اللي بيقوم على الاقتصاد الحر وسياسه الربح والاستثمار. ومعاك فلوس ابقى خدامه، ما معاكش وفر كلامك. بس هو الحقيقه عمرو صحيح بينادي بالاقتصاد الحر، انما البني ادم نفسه ما ينفعش يبقى حر طبعا، او ينتمي لاي تيار بقى اسلامي ولا يساري ممكن يصعد ويبوظ تحالف المال والسياسه اللي عمرو وعينته عايشين عليه، وبياكلوا رز مع الخلايجه وما بيعتبروش اسرائيل عدو، وعدوهم الحقيقي هو اي حد يبوظ السبوبه. ولان واضح كده ان ايد تركي آل الشيخ اللي رزع بيها عمرو تقيله شويه، وواضح كمان ان فلوس تركي اللي بيديها لعمرو كتيره شويه، فالراجل بصراحه بيتشقلب في البرنامج عشان يرضي السعوديه. يعني هو كويس قوي ان لسه بيتكلم مصري لحد دلوقتي وما قالش خليجي. عمرو أديب في برنامجه بيدافع عن السعوديه لدرجه انه فضل يقول ان السعوديه بريئه حتى بعد ما هي نفسها اعترفت بقتل جمال خاشقجي اللي لحد دلوقتي مش عارف يقول اسمه اساسا وبيقول عليه خاشقجي، لان احنا طبعا ما يفرقش معانا الاسماء ولا يفرق معانا انه اتقتل، المهم ان السعوديه بريئه. عمو تركي قال لي كده هو بيدينا المصروف. ده غير طبعا انه في اول حلقه من البرنامج تقريبا كان لسه قابض مقدم التعاقد وسخن يعني، فبدا بكلام عن انهيار الاقتصاد في تركيا وقطر اعداء السعوديه، وقال ان السبب في الانهيار ده هو نحس الاخوان اللي عايشين في تركيا وقطر وانهم لازم يطردوهم عشان النحس يتفك. واحنا مش هنناقش بموضوعيه ولا هنتكلم عن عوامل اقتصاديه ولا هنحلل اسباب الازمه لا سمح الله. نحلل ايه بس؟ احنا عاوزين نحلل الفلوس اللي بنقبضها من السعوديه الاول ونردح لاعدائها وبالمره نشتم الاخوان. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اهلا بيكم في الحلقه الاولى من الحكايه. الحكايه اللي عايز اكلمكم فيها النهارده حضراتكم هي حكايه تركيا، والحكايه دي عامله لي هنتريش باجنحه محلق، مش قادر افهم ليه كل ما تركيا تبقى في مصيبه ناس كتير تقول ان دي حاجه حلوه. طبعا كل الناس عندها اسباب كتيره، وانا للاسف هقول لكم سبب النهارده غريب شويه، يعني هو سبب غير علمي وسبب غير اقتصادي وسبب غير ممكن وسبب غير معقول. في عدم نحس، في عدم نحس، في حاجه نحس حصلت جابت الاقتصادين الارض، الاخوان المسلمين. وما بينساش عمرو أديب يفكرنا ان في 3 مليون مصري عايشين في السعوديه في امان، وكان المصريين دول السعوديه متبنياهم مثلا او بتتصدق عليهم، يعني مش طالع ميتينهم في الشغل هناك. وعلى طول الحلقات بيستضيف عمرو مسؤولين سعوديين واماراتيين سواء في الاستوديو او مداخلات، كانت من ضمنها مداخله مع مدير قناه العربيه تركي الدخيل اللي قال عليها عمرو انها اكبر شبكه اخباريه في العالم العربي. اه والله قال كده، مع ان انا واثق ان رئيس قناه العربيه ده نفسه بيعرف الاخبار من الجزيرة
كبيرة أساسا. طب نحرص للسعودية ونسيب السيسي؟ لا طبعا، سنزعل ولا حاجة وتزعل وحش. وعمرو أديب ذكي وعارف كده كويس، وبيدي السيسي نصيبه من المدح والانبهار بمشاريعه وكباريه وحفره على الناشف وعاصمته الإدارية الجديدة ومدينة العالمين وبدلة الطيران اللي جات له في العيد ولبسها في القاعدة الجوية جوه الطيارة، وإزاي بيقدر يقود البلد وفي نفس الوقت يقود الدراجة في الشوارع عادي. ومفيش مانع إن في بعض الحلقات على جنب كده يبقى فيه كلام عن مشاكل الاجتماعية زي التنمر والتحرش وغيرها، بس طبعا أول حاجة لازم تتقال في المشاكل دي إن اللي مسؤول عن حلها هي منظمات المجتمع المدني، أو من الآخر أي حد غير الدولة. إحنا دولة عندنا مالهاش دعوة بحل المشاكل زي ما أنتوا عارفين، الدولة عندنا دورها إنها تخلق المشاكل بس. نحترم البديهيات دي بعد إذنكم يعني. عمرو أديب بخلطته المتنوعة اللي اتكلمنا عليها وأدائه وتعبيرات وشه وتمثيله أحيانا وقدرته على الاسترسال بالساعات قدام الكاميرا عشان يتكلم ويقول كل حاجة وكأنه بينوب عن المواطن وبيعبر عن انفعالاته، بكل ده بيقدر عمرو يلعب دور المهدئ للجمهور بتاعه اللي بيتفرجوا عليه وبيخرجوا هم راضين، بس في الواقع بيكون رضا فارغ من غير اي استفاده او قيمه، لان حقيقه عمرو اديب انه مجرد شخص بيقبض ملايين عشان يقوم بدور البهلوان على الشاشه ويكذب على الناس ويضحك عليهم لصالح السبوبه وسياده اللي بيقبضوه. ونشوفكم على خير ان شاء الله.